أهلا بكم مشاهدينا وحلقة ختام الأسبوع من برنامج تحت الضوء، والتي نستعرض فيها أبرز القصص الاجتماعية والإنسانية التي عرضناها خلال أسبوع، ونستضيف أحد مراسلينا ليحكي لنا تفاصيل وأجواء تصوير إحدى هذه القصص، فابقوا معنا. هو واحد من أشهر معالم إسطنبول، يعرفه الضيوف العرب جيداً سواء كانوا من المقيمين أو السائحين. إنه شارع فوزي باشا الذي يحتضن مسجد الفاتح ومسجد شاه زادة ومبنى البلدية وميدان إطفائية. هذا الشارع الذي أصبح بمنزلة سوق مفتوحة يقصده أبناء الجاليات العربية والسائحون العرب، خاصة في موسم العيد. فوزي باشا شارع تركي بنكهة عربية. يقع هذا الشارع في مدينة إسطنبول القديمة بمنطقة الفاتح في الجزء الأوروبي. هو ليس كغيره من الشوارع التركية، فهو يمثل القلب التجاري النابض للجاليات العربية، خاصة في أيام العيد، ويشكل شريان الفاتح الرئيسي لتتصل الثقافة العربية مع الحياة التركية وتعبر عن ذاتها بلسان عربي. هون شارع فوزي باشا يعني محل لما بتيجي عليه بتلاقي اغلب السياح، يعني اغلب العرب، يعني خصوص العرب، يعني كونه انه جامع مثل يعني تراث، وخصوص التراث اسلامي، يعني بيجوا عليه، يعني بيهبوا عليه، يعني العرب بيجوا هون، واغلب هون يعني صارت اسواق ومحلات تجاريه. فهنا روحانيات غريبه عجيبه، فانا لا استطيع كل يوم اريد ان ادخل الى المسجد وانا اعيش هذه الروحانيات التي عاش بها السلطان محمد الفاتح. غلبة الطابع الاسلامي والاثري على هذا الشارع وتوسطه قلب المدينة جذب الكثير من السياح والجالية العربية، فضلاً عن أجوائه العربية واحتوائه على دكاكين ومحال تحمل في واجهاتها لافتات بلغة الضاد تستقطب الزبون العربي في المناسبات الدينية وتضفي عليه ملامح العروبة. الفاتح مشهور عند كل العرب وعند كل السياح أنه منطقة مشهورة بالألبسة وبيع الألبسة وتجارة الألبسة، يعني وبتلاقي فيها التجار انه اكثريتهم معاملتهم منيحه واسعار يعني لا رخيصه ولا غاليه، متوسطه يعني ومناسبه للعرب جميعا. يعني الملابس كثير منيحه، يعني جوده الملابس جيده، وسياح ما شاء الله كثير فيه، عشان هيك ما شاء الله زحمه وعجقه وهلا عيد. نحن بنحبه لهذا الشارع كثير يعني بصراحه، وما بعرف يعني صار جينا، يعني حتى نحن ما لنا ساكنين هون بس بنحب كثير لهذا الشارع ونحب ناخذ من هون. بات هذا الشارع يحتضن جالية عربية كبيرة يتعطشون شوقاً إلى بلدانهم، وخاصة ما يفتقدونه من عادات وتقاليد الأعياد، ويسعون إلى تعويضها مع إخوانهم الأتراك. كغيرهم من شعوب العالم الإسلامي، ينتظر السودانيون عيد الفطر المبارك ليعبروا عن فرحتهم بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الصيام في شهر رمضان الكريم، إلا أن فرحتهم هذا العام تحولت إلى حالة إحباط لدى الكثيرين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع ومستلزمات العيد جراء انخفاض سعر الجنيه السوداني. ارتفاع كبير في الأسعار تشهده الأسواق السودانية مع دخول موسم عيد الفطر المبارك. إمكانية شراء الملابس ومستلزمات العيد لهؤلاء الأطفال وغيرهم أمر لا يخلو من صعوبة، خاصة بالنسبة إلى الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، في وقت يجأر فيه كثير من الناس بالشكوى من تفاقم موجة الغلاء بدرجة لم يسبق لها مثيل، وضع ربما انتقص من فرحة العيد على الأقل في وجوه الأطفال. السعر المناسب اللي احنا دايرينه ما لقيناه، ما طلبنا. الأسعار مرتفعة لحد 900، واللي بيقول لك 400، واللي بيقول لك 500. أصحاب المراكز التجارية يعزون الزيادات التي فاقت نسبة 300% للسلع مقارنة مع بداية هذا العام إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي أمام العملات المحلية. البضائع بتجي رخيصة، يعني أصلا من محلها هناك بتجي رخيصة، لكن لما تصل هنا ترحيل زي الجمارك، هو الترحيل اللي بيزيد والجمارك كمان عملوها زيادة بتاع 300%، يعني 600% دي الواحد ما كان متوقعها،
يوم من الايام حتجي زياده في الجمارك 300%، لانه حاجه ذاتها ما منطقيه ذاتها. ارتفاع الاسعار مرشح للزياده في ظل استمرار صعود اسعار العملات الاجنبيه، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازيه نحو 40 جنيها، قد يرتفع الى 50 ما لم تجد الحكومه حلا لذلك. اول هذه الاسباب ان الاجراءات التي اتخذتها حكومه السودان مؤخرا، يعني متمثله في اجراءات البنك المركزي لتحجيم السيوله، ايضا يعني اعتقال عدد كبير من رجال الاعمال، جزء منهم كان يسيطر بشكل كبير جدا على يعني استيراد السلع، يعني ودبن ثروه كبيره جدا لديهم. وصول التضخم الى ارقام قياسيه ناهزت 57% افقد الجنيه السوداني قيمته الحقيقيه، ومع ثبات الرواتب ارتفعت معاناه الاسر في توفير احتياجاتها، وغدت مواسم الاعياد مصدر للهم بدلا من ان تكون عنوانا للفرحه. في الوقت الذي يبحث فيه السودانيون عن فرحة عيد الفطر المبارك بنهاية شهر الصوم، يصابون بالإحباط بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع ومستلزمات العيد، مضطر الكثيرون للإحجام عن الشراء وسط مشاعر عدم الرضا من الأبناء الذين لم يتمكنوا من شراء ملابس العيد. محمد إبراهيم لبرنامج تحت الضوء، تي آر تي العربية، الخرطوم. في تقريرنا حول الاستعدادات لعيد الفطر المبارك في باكستان، رصد مراسلنا بلال الأسطل أحوال الأسواق الشعبية في العاصمة إسلام أباد، والتي تشهد انفراجة كبيرة تعبيرا عن الفرح بقدوم العيد رغم الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الكثير من الباكستانيين. معالم استقبال عيد الفطر المبارك تتجلى في الكثير من العادات والتقاليد الباكستانية الخاصة به، منها سفر الأفراد الذين يعملون أو يدرسون في مدن أخرى إلى قراهم مهما بعدت المسافة لقضاء عيد الفطر بين الأهل والأقرباء والأخلاء. أنا ذاهب إلى قريتي وإلى أبويا وإلى إخوتي وأخواتي للاحتفال بمناسبة العيد بينهم لأرتاح وأشعر بمذاقه الخاص. بالطبع سأستمتع كثيرا، جلبت معي هدايا كثيرة لهم، فهم ينتظرون العيد وينتظرون هداياه هذه مني طوال السنة. الباكستانيون توافدوا على الأسواق لشراء الملابس الجديدة التي تدخل البهجة والسرور على أفراد العائلة، فيما قدمت المراكز التجارية والمحال تخفيضات وعروضا سنوية خاصة لتشجيع المواطنين على التسوق وشراء مقتنيات العيد التي يكون للصغار النصيب الأكبر فيها. قبل يومين أو ثلاثة جئت إلى هنا، كانت الأسعار منخفضة، والآن بدأت بعض المحال تعطي عروضا مختلفة والأسعار تنخفض أكثر. أتمنى أن تنخفض الأسعار أكثر من ذلك كي تصبح مناسبة للجميع ونتمكن من التسوق للعيد قبل رؤية هلاله. الملابس هي أكثر الأشياء التي يقدم على شرائها الباكستانيون في هذه المناسبة السعيدة، ما يدفع العاملين في هذا المجال للعمل على توفير عشرات الأشكال والألوان المختلفة من الأقمشة والملابس التي تناسب حالة المواطنين الاقتصادية. ومع ذلك فإن الكثير منهم لا يخرجون للتسوق نظرا لسوء أحوالهم المعيشية. منذ عام 2015 ينحدر العمل حوالي 10% سنويا، وذلك لعدة قضايا، منها مشكلة انقطاع الكهرباء والأزمة السياسية التي مرت بها الحكومة. الناس كئيبة وظروفهم صعبة، لذا يهتمون بتوفير المأكل والمشرب أكثر من شراء الملابس. وعلى الرغم من الموارد الطبيعية التي تملكها باكستان، إلا أنها تشهد أوضاعاً اقتصادية متردية وديوناً خارجية أثقلت كاهلها على مر عقود من الزمن نتيجة سوء الإدارة المالية والفساد الذي طال رأس الهرم الحكومي. بين فرحة استقبال عيد الفطر السعيد والضغوط الاقتصادية التي حجبت الكثير من المواطنين عن التسوق، يمر هذا العيد على مئات آلاف الأسر الباكستانية. بلال الأسطل لبرنامج تحت الضوء، تي آر تي العربية، إسلام أباد.
في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان رصد مراسلنا أحمد جرادات جانباً من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث منع الاحتلال الآلاف من أبناء الضفة الغربية من الدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحت دعاوى باطلة وشروط مجحفة لا تتفق مطلقاً مع القانون الدولي. في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين والذي يبعد أمطاراً قليلة عن حاجز قلنديا العسكري، يفصل عماد عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى جنود إسرائيليون وجدار. آخر مرة استطاع فيها عماد دخول القدس كانت أيام المدرسة، والآن يبلغ من العمر 30 عاماً. رغم محاولاته الدخول في شهر رمضان للصلاة في المسجد، إلا أن القوات الإسرائيلية منعته كما هو الحال في كل سنة. أكيد أنا حابب أدخل لأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فضروري أني أفوت عليها. يعني في رمضان طقوس عبادة لابد أنها تصير، مش قادر في بلدي ومش قادر أفوتها. تخيل وين في بلدي وإلي ومن مقدساتي ومن ديني ومن عبادتي، مش قادر أفوت عليها. كثير 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 منهم وكثير منحب ندخل الأقصى يعني. بس مش صح إنه. تزعم السلطات الإسرائيلية أنها وضعت تسهيلات أمام سكان الضفة الغربية من أجل دخولهم إلى المسجد خلال أيام الجمعة، لكنها تشترط أن يكون الرجال فوق 40 عاماً والأطفال دون سن 12، في حين لا تفرض عادة قيوداً على دخول النسوة الفلسطينيات. إجراءات يسميها الإسرائيليون تسهيلات، لكنها ليست كذلك بالنسبة للفلسطينيين، فهم يعتبرونها عكس ذلك تماماً. القانون الدولي واضح جداً، حرية الحركة المطلقة الأصل والأساس. هذه مدينة محتلة، المواطن يجب أن يدخل عليها بحرية. وفيما يتعلق بالمسائل الدينية يجب أن تكون مفتوحة بالمطلق لكافة الأديان، سواء المسيحية أو الإسلامية، بالوصول إلى أماكن المقدسة في مدينة القدس. لم تتوانى إسرائيل عن استغلال كل الفرص لفرض سلطتها على مدينة القدس والمسجد الأقصى، ويعمل الفلسطينيون على إعمار الأقصى بالمصلين رغم كل المعوقات للتأكيد على إسلاميته. تروج السلطات الإسرائيلية تقديمها تسهيلات للفلسطينيين للوصول إلى القدس والأقصى في رمضان، لكن في الحقيقة فئات محدودة وفقط في أيام الجمعة من هذا الشهر يسمح لها بذلك، فيما تحرم فئات أخرى من وصول القدس كما في كل الشهر العام. أحمد جردات، تي آر تي العربية، القدس المحتلة. ونبقى في فلسطين، حيث يواصل أبناء قطاع غزة استقبال عيد الفطر المبارك في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال والقرارات العقابية من السلطة الفلسطينية، فيما تواصل العديد من المؤسسات الإنسانية التركية تقديم يد العون للعائلات الفلسطينية، ومنها مشروع العائلة الشقيقة. يحكي لنا بعضا من تفاصيله مراسلنا محمد منصور. هنا في حي الندى شمال قطاع غزة، حيث بقيت المباني شاهدة على ما دمرته إسرائيل، دمار طال كل شيء حتى الطفولة التي سلبت وتعيش في منطقة منكوبة وصل فيها حد الفقر لأكثر من 65%، لن تشعر ببهجة عيد الفطر المنتظر. أمل يطرق باب كريمة ليفرح أطفالها الستة، فمن أرسل ثمن هذه الألعاب هي عائلة تركية تكفلت بإسعاد هؤلاء الأطفال ضمن مشروع يسمى كارديش آيلة أو عائلة الأخوة، الذي تنفذه جمعية ياردم إليا التركية في غزة. فكرة جوهرها يقوم على الإخاء بين عائلتين تركية وفلسطينية تتكفل فيها الأولى بالثانية. تكفل ياردم إلي التركية حوالي 1200 أسرة في قطاع غزة في مختلف المناطق في القطاع، وباشرت الجمعية منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك بالعديد من الفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك،
فكست حوالي 200 طفل حتى الآن، ولا زال أمامها عدد أيضا 200 طفل من جديد من الأيتام في قطاع غزة. وزعت الطرود الغذائية على الأسر، المئات من الطرود، وزعت أيضا الطعام الإفطار، ووزعت المساعدات على الأسر في قطاع غزة، ولا زال مزيد إن شاء الله ستقوم بتوزيع الإفطار زكاة للأسر، كل هذا بتبرع من تركيا الشقيقة في تركيا التي تريد أن تسعد أهالي غزة المحاصرين في القطاع. عائلة كريمة واحدة من مئات العائلات التي تكفل بها الشعب التركي. في أوقات جمعية زيادة بتخدم من أكثر من الجهات الحكومية مثل الشؤون، يعني بتساعدنا فيهم، يعني في أوقات صعبة هي بتكون موجودة، حتى لما نحتاجها بنروح لها، يعني بكون مثلا عندنا علاج لبنتي مش قادرة أجيب منه، مش قادرة أجيبه من الصيدلية بمبلغ، بروح لهم بيعطوني. لولا تركيا لو إحنا إيش في ضياع. ابتسامة غابت عن وجه فرح وأشقائها بعد سنوات طويلة من الحرمان. أنا ما عنديش ألعاب، هي أول مرة تجينا، الحمد لله. لا تقتصر المساعدات التركية في القطاع على مجالات الطفولة فحسب، بل تتعدى مجالات الإغاثة والصحة والإسكان وحتى البنية التحتية، لتصل يد الخير التركية إلى كل ملهوف في غزة. محمد منصور، تي آر تي العربية، قطاع غزة. ونبقى مع الزميل محمد منصور مراسل تي آر تي العربية في قطاع غزة لينقل لنا أجواء إعداده لهذا التقرير، وكذلك أجواء العيد، عيد الفطر المبارك في قطاع غزة. محمد مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وضعنا بداية في أجواء إعدادك لهذا التقرير. وأنت بخير عصام، أنت والزملاء في تي آر تي العربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حقيقة هذا التقرير ربما جعلني أتذكر بأن هؤلاء الأطفال حتى لو منحوا ألعابا من عائلة تركية فعلى الأقل هم محظوظون للغاية، كون أن هناك العديد من العائلات التي يعني هي محسوبة بأنهم عائلات موظفين في قطاع غزة لا تمتلك ثمن شراء هذه الألعاب، وبالتالي فإن الكثير والمئات بل قل الآلاف من الأطفال حرموا من نيل فرحة موازية لهؤلاء الأطفال الذين شاهدتموهم في التقرير. نحن يعني عصام نتحدث عن نسبة فقر في غزة تجاوزت 65%، 53% من هذا الفقر يعتبر فقرا مدقعا بحسب تقرير البنك الدولي، مقارنة ب 13.5% في الضفة الغربية. لك أن تتخيل بأن العيد يعني أتى ووجوه الحزن ما زالت مخيمة على الفلسطينيين لعدم تمكن الأغلبية العظمى منهم من شراء ملابس العيد ومن شراء حاجيات العيد، كون بأنه فعليا لا سيولة مالية في القطاع. هو لابد أن نركز على هذه النقطة بعض الشيء محمد، وأن نذكر السبب في عدم وجود هذه السيولة النقدية كما أشرت، وهو قطع الرواتب عن موظفي قطاع غزة في هذا التوقيت وفي هذه الأيام. ما تأثير ذلك وانعكاساته على الاستعدادات للعيد وحتى على الحياة في طيلة شهر رمضان الكريم؟ نعم، العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على موظفي السلطة في قطاع غزة لم تكن فحسب اقتطاع 50% من الرواتب، وبالتالي انعدام شبه انعدام للسيولة، بل أيضا التحويل الإجباري على التقاعد، وأيضا إغلاق حسابات بعض الجمعيات الخيرية التي تعتبرها السلطة بأنها محسوبة على حركة حماس وكانت تمثل متنفسا لمئات الآلاف من العائلات، وهذه الجمعيات أيضا حرمت العائلات باقتطاع السيولة منها من هذه الفرحة. وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية كما يقول العديد من المحللين الماليين بل أجمعوا على ذلك بأن هي المسؤولة عن انعدام هذه السيولة المالية، يعني حتى عصام ليس المواطنون فحسب، بل من تأثر بهذه العقوبات أيضا
التجار الذين تتكدس بضائعهم منذ عدة سنوات ولا يجدون سيولة مالية لبيعها، وبالتالي لا يجدون نقودا لشراء بضائع أخرى جديدة. ويعني فنحن نتحدث عن منظومة اقتصادية متكاملة تنهار. طيب هذا يدفعنا للتساؤل عن الحياة داخل قطاع غزة في هذه الأيام في ظل هذا الحصار المفروض على القطاع من كل الجوانب برا وبحرا وجوا تقريبا. نعم، يعني ربما العيد في فلسطين له خصوصية تختلف بعض الشيء عن باقي الدول العربية والإسلامية وبالأخص في غزة. يعني اليوم أقيمت صلاة العيد في مخيمات مسيرات العودة بعد 11 أسبوعا عصام من الاعتصام المستمر والمتوالي كل أسبوع على تلك المخيمات. نتحدث عن أكثر من 130 شهيدا قدموا حياتهم بسبب بأنهم يريدون أن يوصلوا أصواتهم للعالم بأن الحصار قد أنهكهم وأنهك أجسادهم وأنهك جيوبهم. نتحدث عن حصار ثلاثي الأبعاد إن صح التعبير، من البر ومن البحر ومن الجو، من الاحتلال ومن الجيران كذلك. وبالتالي فإن ما دفع الفلسطينيين الخروج إلى مسيرات العودة هو الحصار بالدرجة الأولى، وكي يكسر كما يأملون. وصلاة العيد أو الجمعة، هذه الجمعة 12 التي تصادف أول أيام عيد الفطر، يعني خصصت لزيارات أهالي الشهداء وذويهم. وبالتالي لك أن تتخيل كيف أن عيدا يعني يحتوي على صورة نمطية بأنه يكون ذو فرح وذو بهجة يخصص للتراحم ولزيارة أهالي الشهداء وتجديد الأحزان عليهم كما يعتبره البعض. وبالتالي فإن غزة تمتلك خصوصية مختلفة عن باقي دول العالم الإسلامي فيما يخص عيد الفطر المبارك. طيب في مقابل هذه أو في مواجهة هذه الظروف السيئة التي يعانيها سكان قطاع غزة، هناك من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرها من يحاول أن يدخل بعضا من البهجة والفرح على قلوب أبناء غزة. لو تضعنا في ضوء هذه المساعدات المقدمة في هذا التوقيت. نعم ربما شاهدت في التقرير عصام كيف ذكرت الأم الفلسطينية، قالت حرفيا بأننا يعني لولا الله ثم تركيا لكنا في ضياع. بالفعل يعني تتحدث عن أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني في غزة يعتمد كليا على المساعدات. هناك على سبيل المثال منها ونخص ربما الجمعيات والمؤسسات التركية التي تعمل بكافة المناحي وكافة المجالات في قطاع غزة، مجالات الطفولة كما شاهدت في التقرير، ومجالات الإسكان والبنية التحتية، وأيضا الصحة كما حدث مؤخرا حيث أقيمت مستشفى الصداقة الفلسطينية التركية. وبالتالي فإن غياب هذه المؤسسات لا سمح الله إن غابت فإنها ستضر كثيرا بفئات لا معدودة في الشعب الفلسطيني في غزة. ناهيك طبعا عن مؤسسات كقطر ومؤسسات من ماليزيا ومن إندونيسيا، ولكن المؤسسات التركية أيضا كان لها دور أبرز في تعدد مجالات الخدمة الإغاثية التي تقدمها لفئات كثيرة من المواطنين الفلسطينيين في غزة. وبالتالي فإنهم يعتمدون اعتمادا كبيرا على تلك المؤسسات ويأملون بأن يستمر دعمها وبأن يستمر تكافل هذه المؤسسات حتى أن يرفع الحصار على الأقل. نعم، رغم كل هذه الظروف وهذه المعاناة إلا أن أجواء الفرحة أكيد أنها موجودة في القطاع بحلول عيد الفطر المبارك. انقل لنا سريعا هذه الأجواء والرسالة التي يريد أهل غزة إيصالها للعالم. لو سألت أي فلسطيني في غزة ما الذي تريده في هذا العيد، يعني يقول لك بابتسامة بأن يصلح الأحوال علينا، خاصة بأن يرفع الحصار وبأن تتحقق الوحدة الوطنية وبأن
يعني تتحسن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 11 عاما في حصار خانق. ربما تجد بعض مظاهر الفرحة كبعض الملاهي الصغيرة وبعض وخروج بعض العائلات إلى الشوارع، ولكن لو دققت النظر عصام فإنك نادرا ما تجد بعض العائلات تحمل أكياسا شرائية. أغلب السكان يأتون للأسواق ويخرجون للعيد فقط من أجل النظر وفقط من أجل الزيارة، هم عبارة عن زوار لا مشترين، إن صح لك أن تقول عنهم هذا. شكرك جزيلا الزميل محمد منصور مراسل تي آر تي العربية في قطاع غزة، وكل عام وأنتم بخير. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة ختام الأسبوع، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.